هذا الجيل داق طعم الحرية اللي انحرموا منه أهله، صار يعرف يقول لأ، ويعرف يقول إيه، صار يعرف يقول لأ لكل مين بده يحد من طموحه ويحرمه حريته، يقول إيه لكل مين بده يساعده على بناء مستقبل آمن يقدر يتحكم فيه بخياراته. فكرك هدول السوريين يلي نصهم بأوروبا ونصهم بخيام اللجوء شو عم يستنوا؟ عم يستنوا برقة أمل ترد لهم الروح، تتردن معه على سوريا. فكرك هدول الولاد رح يبرعوا؟ هدول عم يبرعوا برا بس لأنهم سوريين؟ يعني هل هدول العيال إذا بيسمعوا إنه البلد رح يأمن لهم مكان آمن ما فيه مكان للفقر والاستغلال والمحاصصة ما بيرجعوا؟ بيضلوا واقفين على أبواب الدول ناطرين ورقة صفرة ولا خضرة مشان تدخلوا؟